ثلاث كلين شيت لأحمد الكسار رياض وأحمد النظرات اللحظات التسديد جول للأهلي. مهما الزمان همش الصورة الأهلي على ركب الفرح صاعد الراقي على ركب الفرح صاعد. نعم 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 رياض مدبوز يسجل الهدف الأول لمصلحة الأهلي ويتقدم بالهدف الأول. نعم بلقطة أولى بهدف يشعل أحداث هذه المواجهة. نعم رياض يسجل لمصلحة الأهلي ويتقدم بالهدف الأول بلقطة تم احتساب فيها ضربة الجزاء لمصلحة ماركوس أميرال وبالتالي 1-0. الله 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 وضعها بطريقة نعم رياض بطريقة المعتادة بهدوء بسحرة بفن بروقانه رياض وضعها على يمين الحارس أحمد الكسار وبالتالي 1-0. 1-0 الأخضر ساحر فتان لون المتعة ولون الحد. هل لك كلمة أمام رياض؟ هل لك كلمة أمام صاحب كل الحلول؟ أمام قدم يسرى تعلم خفايا الشباك، أمام قدم يسرى تعلم المسار وتعلم الطريق. جول للأهلي حاضر مهما غاب وقريب مهما ابتعد. حاضر مهما غاب وقريب مهما ابتعد. الأهلي يسجل هدف ثاني في هذه اللحظات عن طريق صانع الفرحة صانع البهجة صانع الامتاع والإبهار والإبداع رياض مدبوز وضعها باليسار عرفت المسار وبالتالي الأهلي يتقدم بهذه الطريقة. يا لروقانك يا رياض، يا لهدوءك يا رياض، يا لمزاجك يا رياض وفرحة رباعي وهدف ثاني لمصلحة هذا الجزائري الفنان. يا له من اسم ويا لها من صفقة لا يمكن أن ينسى هذا المدرب ومعقدة على عناب ستير بعد تسجيل هدف ثاني لمصلحة لدى عرضية بالرأس وهدف أول. هدف أول عناب ستير جمعة مسعود هو الكيني لا يريد أن يفقد الأمل لا يريد أن يفقد الأمل. عناب ستير وجمعة مسعود يسجل هدف أول. يا للكل نعم الكرة مرور القحطاني في هذه اللقطة في الأولى والتغطية كانت حاضرة لكن عينك على عرضية إسماعيل عمر ما فيها شيء سليمة بالرأس جمعة مسعود أمام الرباعي وبالتالي هدف أول. جول أول لمصلحة عناب ستير هدف أول لمصلحة أبناء حرمانان. نعم لا يرمون المنديل وفرحة هذا الكيني اللي يسجل ثالث أهدافه على التوالي. مصنع الفارق حاضرة وبقوة ولها حضورها الدولي مع منتخباتها بكل تأكيد ولها تجارب عديدة بكل تأكيد وعندما يحضر يا إسماعيل جول لمصنع الفيصلي. الفيصلي فعلها عناب ستير فعلها إسماعيل عمر يسجل هدف التعادل. يا لإثارة هذه المواجهة يا لإثارة هذا اللقاء. شوف الصدمة شوف الذهول هدف ثاني وهدف التعادل. جول 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 لمصلحة الفيصلي. شوف الكرة وشوف الكرة الطويلة العرضية في هذه الطريقة كان الخطأ من الدفاع إسماعيل عمر غب على طول غب على طول في الشباك. الله 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 عناب ستير كما ذكرت لم يرمي المنديل يعود الآن بهدف التعادل ويأتي به هدف في مرمى الرباعي عن طريق البديل البديل إسماعيل عمر بهذه الفرحة.